احنا بقالنا 3 ايام بنلف في الشوارع والولية بنت المجنونة دي عايزة تموتنا. ده بدل ما تدينا الفلوس اللي عليها. فلوس ايه؟ دي يا دوبك تعالج بيها بنتها. ولا انا مش عايز اسمع حد يحذفكوا هنا ولا الحوارات دي تلزمني. انا عايز فلوسي فلوسي. لا كده لا الا هنفخكوا نفخة. بلا نفخة بلا بولنا بقى يا خيري. ما خلاص قلنا لك فلوسك هترجع يا اخي. ما انت شايفنا متدمدمين. وبعدين يا جدعان احنا كده لا فلوس ولا شغل ولا سفر. البلد دي مش طيانة ليه؟ كل ده عشان فكرنا نطلع براها. لا يا حبيبي انتوا اللي فكرتوا تطلعوا وتسافروا وانا ما كنتش موافق اصلا. انت يا اخويا كان عاجبك حالك انت وهو قوي يعني في البلد دي؟ احنا لازم نهج ونطلع براها زي ما قال العزيز حورس. ولا انا مش فاهم انتوا بتقولوا ايه ولا حوارات رايحه فين. انا عايز فلوسي. فلوسك هتيجي يا جزمه بس ودينا نروح ننام عشان نقدر نفكر كويس. يا سلام هنرجع الحاره نقول لهم ايه؟ رحنا ايطاليا صد رد. اركع ارجع يا نهار اسود يا جدعان. اقول لابويا ايه دلوقتي؟ اقول له سافرت ايطاليا لقيت قافله. يا عم احمد ربنا. روح بلبل روح بلبل. ابوك كده كده مش هيشوفك. احمد ربنا على نعمة ان ابوك ما بيشوفش. يا جماعة احنا ما اتضربناش. امال ايه اللي في وشنا ده انت كمان؟ ده وهم. بصوا انك تضرب شخص مش هو ده كل حاجة، لكن توهم قلبه هو ده كل حاجة. انا ابتديت اشك ان الواد ده دجال. يا عم سيبك منه سيبك. احنا ما اتضربناش صدقوني. مش احنا اللي اتضربنا. ابني حبيبي ابني يا ناس راجع من بلاد الفرنجة. حبيبي يا حورس. انت عارف ايه اللي جرالنا بعد ما جريت انت والعيرر اللي معاك؟ عارف خيري جزمة؟ عارف خيري جزمة عمل فينا ايه؟ ربنا مديله شوية صحة. بولدوزر يابا. يابا بلاش لغة الضعف اللي في قلبك دي. كون كالماء يابا كون كالماء. ماء ايه؟ هو انا اقول له انت هو ليك نفسي كمان تتكلم؟ ليك نفسي يا ولا؟ انا ماليش نفسي اتكلم. انا ليا نفسي للملوخية. يابا انا لسه عامل لك ملوخية بالشهقة. انت عملت الشهقة بس ما عملتش الملوخية خالص. اموت واعرف الاكل اللي انت بتاكله ده بيروح فين. بيروح المولد ياما. ولسانك طول وبترد على ابوك وامك وجايب لنا العار يا سئيل. اقول للناس ايه؟ ابنك راح ايطاليا ورجع بعد يومين ليه؟ كان بيعمل ايه؟ استرها علينا يا رب. يابا يا الناس اللي تحت دي تعرف ايطاليا فين ولا تعرف شكلها؟ انت ذات نفسك تعرف ايه هي ايطاليا دي؟ طبعا اعرف ايطاليا. انا كنت شغال جرسون في محل ايطالي. ايه هو ده؟ ما انا قلت لك الواد ده عايز يتربى. انت ما انتش فاضيله. شويه على النت وهو شويه على الشات. شويه على النت وشويه على الشات. اعمل ايه وانا اعمل كل حاجه؟ النت والشات والشغل. ما كنت ربيه انت يا اخي. يا سلام يا اخويا اربيه ازاي؟ هو فوق لنفسي ولا لشعري؟ ما انا كل ده بعمله عشانك. انت طول النهار واقف عند المكواج عشان يفرد لك شعرك ويا ريته اتفرد. يا سلام دلوقتي يا ريته اتفرد. انت بتقولوا ايه؟ يا خناقاتكم دي اللي خلتني ضايع وخلتني مش عارف اسافر. وحياه امك وحياه امك يا اخويا. صدقني ان انت بترمي الشبشب احسن ما خيري جزمه بيرمي الجزمه. انت المفروض يسموكي سميره شبشب. انت منك حورس التوكونه توني في داهيه. ترى ابويا ما يشوفني يحضني لا يعذب لا يبلي. خايف قوي. ده عمرتنا ولا مش عمرتنا؟ مساء الخير. ازي حضرتك؟ بركة ايه؟ منور الدنيا. وانا خليك تفضل تفضل فيش حاجه. تفضل حضرتك تفضل تفضل حضرتك تفضل حضرتك في ايه وانا عايز؟ تفضل بتهدي واحنا في السيرك. يا رب يا رب. مين انا يابا؟ انا بكت
بكتيريا ابنك. بكتيريا بكتيريا ايه الليمه الطويله دي يا ابني؟ ايه كل الفتره دي يا ابني سايب ابوك؟ اسمعوني يا بكتيريا يا ابني. وحشتني يا بابا. الله يخليك يا ابني. يا حوله سنين ما اشوفكش يا بابا. سنين سنين يا بابا. تعالى بس نقعد ونتكلم احسن. انا مكسر من السفر والله. وحشتني يا بكتيريا كل الفتره دي يا ابني. ودي حاجه كل الفتره دي يا ابني. سنين عدت علينا والله يا بابا. ازاي سنين سنين يا بابا؟ انت مش واخد بالك ولا ايه؟ ما انت عارف يا ابني نظر على قد وكل حاجه بشوفها خيالات. يا نهار ابيض. يبقى انت بقى فضلت نايم الخمس سنين دول. ايه خمس سنين؟ خمس سنين؟ ايوه يابا بتحصل. دلوقتي الاتليين بيناموا 10 سنين. لا اله الا الله. وانا اقول انا قايم جعان قوي كده ليه؟ شفت بقى يابا صدقتني. وعملت ايه يا ابني في ايطاليا؟ عملت زي محمد هنيدي في فيلم همام في امستردام بالظبط. وقابلت الواد الاسرائيلي؟ قابلته واتجوزت الموزه اللي في الاخر كمان. وهي فين دي؟ قفشوها مني في الجمرك. انت فاكر يا واد ابوك قافل ولا ايه؟ انا بهزر معاك يا حاج. ايه تعالي يا صوفيا. ايه تعالي يا حبيبتي سلمي على بابا. تعالي. كمون صفاء انكل. ايدك ناعمه يا صوفيا. ايطاليانو بيتزيانو كريستيانو كاتسو. ربنا يحميكو. انت عامله مكياج كتير قوي ليه كده يا صوفيا؟ خش نام انت. يلا يا صوفيا. يلا حبيبتي. يلا يا سفلة. يلا ربنا يحرسكم من العين. ايوه هي العين دي يا بابا. دي حاجه. ياما. بقول لك ايه يا بكتيريا يا ابني؟ ايه يابا؟ القرض اللي انا كنت مديهولك دلوقتي يوصل حوالي 270 الف جنيه. انت ناسي كل حاجه وفاكر ام القرض ده؟ بص يابا هما يعني ما كانوش خمس سنين بالظبط، يعني كانوا خمسه الا تقريبا حاجه كده. وبعدين يعني ما يصحش نتكلم قدام صوفيا يعني تقول علينا ايه؟ الاب المصري بياخد من ابنه فوائد؟ سمعه مصر يابا. عندك حق يا ابني عندك حق. اللي قول لي صح يابا، مين الراجل اللي اتبهدل اللي كان راجل مين يا فين يابا انت ليه صالب؟ الراجل اللي اتبهدل اللي خرج من بيتنا من شويه ده اللي بيدينا الحسن اللي انت بتاكل منها يا ابني. ماشي ماشي يابا. بقول لك ايه يا ابني؟ ايه يا حاج؟ انا عايز انزل الحاره علشان عايز اشوف الحاره اتغيرت ولا لا بعد الخمس سنين دول. طيب حاضر. طب بس يعني هخش بس اخد دش وهاجي افسحك ما تقلقش. حاضر حاضر. يا بكتيريا خلي صوفيا تعمل لنا مكرونه سباكيتو. والله يا عيل هتفضل قاعد لي كده زي خيبتها؟ يا ريت. ده انا خيبتها سالت عليها امبارح قالوا لي ان هي سافرت روسيا وانا لسه قاعد على القهوه. يعني انت هتفضل قاعد لي كده لا شغله ولا مشغله؟ انا وانا يابا كنت شغال في اجنس عربيات، ما انا شغال جربان في الشارع. السلام عليكم. اهلا. الوكسه جت تقعد جنب خيبتها. استباحنا بقى. انت عارف يابا انا لو معايا فيزا للصومال هروح اقعد هناك في المجاعه لانني مش هسمع الكلام ده كل يوم. احمد ربنا انت ظروفك احسن من غيرك. انا مديك فيزا تقعد بيها على القهوه، فيزا كافيه. ولا انا معايا اخر 3 جنيه نحفظ بيهم كرامتنا قدام ابوك. بقول لك ايه يا بلدينا؟ قوم هات لي واحد شاي. يلا تقول لي يلا. لو ما جبتش الطلبات اللي بنقول لك عليها دلوقتي هقول لصاحب القهوه يا عم عرامبي. بس خلاص. حاضر هقوم اجيب لكم شاي. وبعدين لعلمك ما اسموش عرومبل، اسمه عرنوبي. طب قوم هات لي شاي. يلا حاضر. افش. ايه ده؟ ثبت صنم. انا ايه ده؟ هو الدنيا ضلمه ليه في الحاره؟ ايه يا نهار اسود؟ اوعى يا عربونجيين. لا مؤاخذه يا معلم، انا كنت حاجه بلغك انه جه، ما كنتش عارف انك قاعد. اكتم يوه اكتم وخش اعمل لي شاي بحليب في المج بتاعي الالمونيا. حاضر. تعمل معاه لانه دبابه عشان ما ياذيناش. حارس عارف هذا يكونه ماذا تعني كلمه حرس في الدكتوريه القديمه؟ يعني ايه يا معلم؟ يعني الفرعون ذو الراس الباروكه. هو حضرتك جبت المعلومه دي منين؟ من بيمبي. ايه بيمبي دي؟ بقول لك ايه، خد بالك عشان ده مصيفه منه. انا ايه شبيته.
حريس، انت مش نمت؟ وضبت غرفة أفكارك وظبطت ملامح مشاريعك؟ يجي دور أنا بقى، فلوسي فين وإمتى؟ فلوسك فين؟ في أمان. إمتى؟ في المشمش. في المشمش؟ آه. أنا خايف عليك مني، ثلاثي أضواء الإجرام. لأ، بقول لك إيه، أنت شكلك كده الباروكة هبت منك، إحنا نقعد بالورقة وبالقلم ونحسب عشان تعرف عليكوا كام بالظبط. طب بقول لكم ايه بقى، معلش انا هقوم عشان اخويا بكري بيسهل لمؤاخذة انتوا اخواتي يعني، فهجيب له بس البوس من الصيدلية. مفيش لبوس من الصيدلية. هو انت خدت كله يا معلم؟ صبيتها. شوفيتهم يا معلم. انت فعلا يا ابني متأكد ان احنا سنة 2020؟ اه يابا، انت مش واخد بالك ان الحارة اتغيرت ولا ايه؟ والله يا ابني انا شامم كده ريحة الهوا نضيف، ده حتى من سامع صوتي الكلاب والقطط. لا قطط وكلاب يابا، ده كان زمان، دلوقتي بقى فيه باندا. ايه؟ باندا؟ اه وكانجرو. ايه؟ كانجرو؟ ايه الكانجرو ده يا ابني؟ ده يابا زي الكلب بس بيشيل ابنه في بطنه كده وماشي كمان. اه يا ده حارة حلوة قوي. طيب اتكل انت بس دلوقتي يابا انت على الله، اقعد انا شويه كده واجيلك. طب اوعى يا ابني تتاخر على مراتك في البيت، دي خواجايه طير اخرس محتاج اللي ياكله ويشربه. حاضر يابا، هقعد شويه واطلع لها ان شاء الله. طيب رايح فين يا ابني؟ انا رايح بيت الفيل، هقعد شويه. ايه فيل؟ فيل كمان في الحاره؟ اتكل على الله بقى. طيب يا ابني طيب. تمام الحديد يا عرفتوا عليكم كام ولا هتتعبوني بقى؟ مرحبا يا بكتور، يا عامل فيها انت طايت لك فوق من شايفينها؟ فيها يا جدعان. اسمع بقى كده يا ابنها، بقى علينا كام؟ اسمع يا ابنها، كلكت اخر مره طفقت الفلوس عليكم 11000 جندي 720 جندي. هما مش كانوا 11000 جندي بس ولا هما بيولدوا يعني؟ لا بيبيضوا وفي اقوالهم بيتكسروا زي تاني خفيف. اسمع التفقيطه، 10000 جنيه ده حق تأديبكم عشان الفرح اللي بوظتوه، 1000 جنيه حق من العمليه، حقها ولا مش حقها؟ حقها يا معلم. و500 جنيه أجرة إيدي في تعذيب جلال الفيزا، و200 جنيه بدل تأمينات ومعاشاه. طب وال20 جنيه؟ إيه حق المشاريب اللي دفعتها الرجالة وإحنا مستنيينكم على القهوة، ولا أدفع من جيب؟ إحنا في مهمة عمل رسمية. مفيش فلوس. مفيش فلوس هتاخدها. لحظة انفعالية مؤقتة خطأ يعقوبها الندم. شوف يا حريت، هما يومين لو ما جبتوش الفلوس اخوكوا اسرع حرب عندي، تشتغلوا بقى 12 13 سنه. والله فرصه حلوه وهنبقى جزم شغالين عند جزمه. عم فيصل خرجت خفاف الزل. لا ورحمه دماغك انت، لو ما جبت الفلوس هتشتغلوا انتوا الاثنين عبيد عندي، وانت هحميك. بعدين يا جدعان عمال هتضيق قوي 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 علينا. لا يحصل اللي انا هقول عليه ده دلوقتي، فكرة دي في دماغي بقالها فترة وهي اللي هتحصل. احنا النهاردة هنروح فيلا صفة القلوب. يا سلام، دي لو شافتنا تاني هتسلخنا من لحم وراكنا. احنا مش هنروح نقعد معاها، احنا هنروح نقلب الفيلا. يعني احنا بدل ما نشتغل بلطجيه مع جزمه هنبقى حراميه؟ ما احنا مش هنسرق. امال ايه، هنزكي؟ احنا لينا مليون جنيه عند الست دي، رجعنا لها بنتها المخطوفه وضيعت علينا رحله الطياره اللي كنا مسافرين، والمليون جنيه اللي لينا عندها لازم ناخدها. واحنا رايحين نسرق بقى هناخد كاشير معانا؟ احنا هنلم بالوايم كده، هتيجوا معايا نكسب المليون ولا لوح لوحدي؟ ايه ده ما شاء الله ما شاء الله، الخيبة اتلمت على النايبة والوكسة. رايحين فين؟ رايحين نكسب المليون يابا، هتيجي معانا؟ لا روحوا انتوا بالسلامة، ولو حبيتوا تستعينوا بصديق اعملوا لي مزد،
عشان انا معلوماتي غزيره. هتيجوا؟ هنيجي. افكر انا بقى.